بنقعد نلعب العاب على الزوم، ان مش عارف مين يحدث مين الكوره مثلا وشاشه، والتاني يعمل ان هو خدها من ويقول حاجه بعدين يحدثها للي بعده ويكمل بقيه القصه. فبقت في قصه او حدوته بتتعمل دلوقتي حاليا واحنا مستمتعين، مش قاعدين حاطين ايدينا على خدنا ومتضايقين وحاسين بملل. يعني انت بتعمل تدريبات حركيه في ورش الحكي، بتعمل حركه قدام الكاميرا للاطفال بالذات لما اكون بتعامل مع اطفال، يعني ضروري جدا. وبالذات الموضوع الاونلاين ده حتى لو كبار لازم نعمل انشطه وشكل تفاعلي، وابقى حافظ اسامي الناس اللي موجوده معايا واندهم باساميهم واشوف مين اللي ما جاوبش اساله ويبقى في تفاعل كده. عموما التفاعل مش بس كشكل مسرحي، التفاعل كشكل انساني بيحس الناس باهميتهم صحيح، وان هم مشاركين، وبيخلي كل الناس متحمسه ومتحفزه وحاسه ان هي ممكن تقول اي كلام اي وقت. صحيح، حتى كمان بيزود الوعي الذاتي، انا بشوف صورتي وبقبل الحركه التلقائيه وبقبل الوش التلقائي والرد الفعل التلقائي، يعني دي حاجات فيها وعي كبير جدا. يعني كمان عايز اقول لحضرتك عن تجربه مثلا من ضمن الورش الاونلاين اللي احنا عملناها، اطفال صغيرين خالص هم اخترعوا حكاياتهم. يعني الحكايه اللي بنوصل لها اخر يوم هي حكايات من تاليفهم. فاحنا ازاي نبسط لهم المنهج المعقد جدا في خط الدرامي الارسطي والبدايه والوسط والنهايه والبوينت اتاك والحاجات دي. تمام، يعني انت بتاخد حكايتهم تطورها وتخليهم هم جزء في تطوير الحكايه. انا بديهم مناهج مختلفه في ازاي يعملوا بيها حكايه بس بشكل طفولي بسيط هم يقدروا بيه يعملوا حكايات باشكال مختلفه. يعني يبنوا حكايه عن الميداليه اللي هو هات اي حاجه من البيت دلوقتي اعمل لي عليها حدوته. فبعد شويه هو بدا يبني خياله وبدا يتوسع. احنا مشاكلنا ان احنا نقعد نضيق خيالنا لغايه ما نبقى على حالنا دلوقتي. يعني من واحنا صغيرين خيالنا طبعا بيبقى منفتح وبتفضل شويه الحاجات تحطينا جوه الكرتونه او البوكس او العلبه لغايه ما يبقى خيالنا ضيق. ونستغرب الاطفال هو ليه بيقول كلام عيد غريب، ولكن هو خياله شغال. ايه اهم نقطه نجاح في العروض المسرحيه اللي هي عروض الشارع والعروض اللي بتستخدم فيها التقنيه، يعني ادواتك التكنولوجيه، ايه نجاحها؟ يعني نمره واحد فيها. يعني نجاحها طبعا هو التاثير في الناس، ان في حد يفرق معاه الحاجه اللي احنا عملناها دي ويجي يكلمنا بعد كده. يعني انت مؤشر النجاح عندك انك تكون اثرت في جمهورك. لان المسرح التفاعلي التاثير بتاعه دلوقتي. يعني حالا. يعني بنعمل مثلا مسرحيه اسمها تاء مش مربوطه. بتتكلم عن مناهضه العنصر للمراه في الاماكن العامه. فالناس اللي قالوا في اول المسرحيه واحنا بنسالهم ان لبس البنت هو المشكله وسبب المعاكسات، هم اللي دخلوا بعد كده قالوا ان لا، اخر المسرحيه اللبس مش هو المشكله والشاب هو اللي بيفكر غلط واحنا بنفضل له ثقافه غلط بتخليه يعمل كده واحنا المفروض نوقف ده. يبقى هو هنا صدق عرضك، صدق النص وتاثر هو باللي انت قلته، وصل الموضوع وتعالج وكل حاجه صحيح. وهو واقف صحيح. من ضمن الحاجات مثلا في واحد بيتابعنا على صفحه تياترو مترو بقاله 5 سنين. هو كان بيضرب بنته وزوجته وكانوا منفصلين بسبب ان هو متعصب بيضربهم بشكل بشع. وحضر لنا عرض في العباسيه وهو شايف ان العرض ده غير حياته. يعني العرض ده تلت ساعه. العرض تلت ساعه. بالظبط، ما هو مسرح الشارع لازم يبقى الموضوع ما يزيدش عن نص ساعه لان انت بتستهدف الناس اللي ماشيه. فهو بيتابعنا على صفحه وشايف ان هو رجع لمراته ورجع بنته تحبه زي الاول، بس
بسبب ان هو بطل ضربهم وبطل يعملهم بعنف بسبب المسرحيه دي. فهو ده النجاح بتاع توصيل الفكره. انت اصلا بتختار قضيه تمس مجتمعك علشان يتفاعل معاك، امال انت هتعمل له مسرح في الشارع عن قضيه مش بتاعته مش هيجيلك. بالظبط. واحنا كل سنه في تياترو مترو بنختار موضوع عام بنتكلم فيه السنه دي، يعني من خلال افلام قصيره، من خلال بوستات على صفحتنا، من خلال عروض مسرحيه او سكتات، بيبقى فيه زي هيدلاين يعني عنوان بتشتغلوا تحته طول السنة. يعني احنا السنة اللي فاتت كنا بنشتغل على قضايا المرأة بشكل عام. ممتاز جدا. عملنا فيلم اسمعونا، وعملنا فيلم خلاويص، وعملنا عرض مش مربوطة، وعملنا أنشطة عموما على صفحتنا، وشاركنا في ملتقى حرية المرأة جاليري لمسات بآخر حاجة احنا عاملينها. انتوا كمان فزتوا بجائزة للتشارك المجتمعي في المجلس القومي للمرأة لجنة الإعلام. تشرفنا. ده بجد شغلكم كان رائع يعني. تشرفنا طبعا بالجائزة دي. فزنا بجائزة من المجلس القومي للمرأة، دي جائزة كبيرة جدا يعني، يعني أي حد يتشرف بيها وأي راجل بالذات يتشرف بيها. صحيح والله، لأنه إحنا كلنا لو ما تضافرناش مع بعض ما فيش حاجة هتتحل. ما فيش مشكلة بنعاني منها اجتماعيا هتتحل. والله يا ماهر أسعدتني جدا، ماهر الحجار فنان من فنانين الشباب، بشكرك جدا، وإن شاء الله تكون معايا بفريقك كله مرة في الاستوديو بإذن الله. بشكرك جدا يا ماهر.